السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة، بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، إضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة والتقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحابب انوي كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة، هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة، وهي طبعا في دولة من الدول القوية من الدول الاوروبية، هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في المانيا. تمام، الدولة اللي فيها التدريب ده هي ألمانيا، طبعا دولة من الدول القوية وناس كتيرة جدا بتحلم بيها، عشان كده كمل معانا الفيديو للآخر عشان المنحة دي ممتازة جدا وشروطها مش معقدة خالص. الجهة اللي مقدمة المنحة دي أو التدريب ده هي مؤسسة اسمها كونراد أدنور. تمام، دي مؤسسة موجودة في ألمانيا، وهنفهم بعد كده أهداف المؤسسة دي إيه. ده اسم المؤسسة واسم المنحة، يعني المؤسسة دي بتقدم مهام كتيرة. اسم المنحة دي او التدريب ده او بيرمز دي بالرمز ده KS Internship. تمام، ده اسم التدريب اللي هو تابع للمؤسسة دي. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، كل دول العالم متاحة للتقديم، انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح ليك التقديم في هذه الفرصة بدون مشكلة خالص، والمنحة دي بتابع لأعداد كبيرة، فبالتالي يعني فرصة ممتازة جدا. بالنسبة لمدة التدريب، مدة التدريب هتكون 10 شهور. تمام، والتدريب ده هيبدأ في سنة 2021، مش هيبدأ في خلال هذه السنة وإنما هيبدأ في سنة 2021. طبعا بالنسبة للموعد تحديدا، يعني الشهر اللي هيبدأ فيه في سنة 2021 ما تمش تحديده حاليا، ممكن يبدأ في بداية السنة في منتصفها، يعني هم اللي هيحددوا بالظبط الموعد امتى هيكون، ولكن هو التدريب زي ما حددوا انه هيكون في سنة 2021. تمام كده. طيب هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة متاحة للجميع ولجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين، يعني لو حضرتك طالب في مرحلة البكالوريوس او لسه مخلص ثانوية عامة، طالب ماجستير، طالب دكتوراه، حضرتك متخرج وبتشتغل، حضرتك متخرج خلاص انهيت الدراسة، تقدر تقدم للفرصة، فما فيهاش شرط هنا المرحلة الدراسية. تمام كده، فهي متاحة لجميع المؤهلات. اضافة كمان هذه المنحة ليس بها حد اقصر العمر، المنحة دي مفتوحة في العمر، فما فيش اللي هو الماكسيمم في العمر، ودي حاجة ممتازة جدا. كمان هذه المنحة لا تحتاج اي شهادة لغة عند التقديم، مش مطلوب منك لا اثبات شهادة لغة انجليزية ولا لغة المانية. تمام كده، مش مطلوبة منك عند التقديم للفرصة. طيب اهداف هذا التدريب، التدريب ده اهدافه ايه؟ بيقول لحضرتك ان مؤسسة كونراد ادنوار دي اللي هي كاس، هي مؤسسة سياسية ألمانية سميت على اسم مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وإن المؤسسة دي تعمل في جميع أنحاء العالم، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز الديمقراطية من خلال توفير التدريب السياسي والتعليم للشباب وتنمية الوعي والفكر. يعني التدريب ده كله من خلال تطوير، يعني عايزين يطوروا من مهارات الأشخاص، يوعوا فكرهم، التحدث عن الديمقراطية، يعني هيكون في أشياء كتيرة جدا في خلال مدة هذا التدريب، وهيكون في مؤتمرات وما إلى ذلك، فيعني هيكون تدريب ممتاز جدا. تمام، فده بالنسبة لأهداف التدريب. طيب حضرتك بالنسبة للتمويل، ايه التمويل اللي بتقدمه لك الفرصة دي؟ الفرصة دي بتقدم تمويل ممتاز. اول حاجة رسوم التدريب والدراسة هتكون مجانا، كل الرسوم على حساب المنحة، انت مش هتدفع اي حاجة خالص للتدريب. تمام كده، كمان هيكون في راتب شهري كبير، الراتب الشهري ده ممحددوش كام بالتحديد، ولكن هيكون في راتب هيقدر يغطي لك كل التكاليف اللي انت عايزها، إضافة مع الراتب الشهري السكن مجانا، يعني أنت كمان هتاخد راتب الشهري والسكن كمان هيكون بالمجان، يعني الراتب الشهري هتستثمره بس أو هتستخدمه في الوجبات الطعام، وممكن تدخر الباقي مثلا أو إن تنفقه مثلا في أي احتياجات شخصية أخرى.
تمام كده؟ طيب كمان هيكون في مساعده في تاشيره دخول المانيا، المنحه هتوفر لك خطاب قبول، خطاب القبول ده هيساعدك ان انت لما تروح السفاره تقدر انك طبعا تحصل على التاشيره بكل سهوله بدون الحاجه الى حساب بنكي او ما الى ذلك، تمام؟ فده بالنسبه برضو لاهميه التدريب او اهميه ان ازاي التدريب هيقدر يساعدك في دخول المانيا فعن طريق توفير خطاب القبول اللي هيساعدك في الحصول على التاشيره. كمان هيكون في كورس تعلم اللغه الالمانيه، يعني لازم انت يعني هتتعلمها هناك من خلال الاحتكاك مع الاشخاص، هيكون كمان في مساعدات اللي هم يعلموك اللغه، فدي حاجه ممتازه جدا، فمش مطلوب منك كمان حاليا ان يكون معاك مستوى في اللغه الالمانيه، تمام؟ اضافه بعد انتهاء التدريب لك الحق في البقاء وتكمله الدراسه في المانيا اذا كنت تريد دراسه درجه الماجستير لان المؤسسه المانحه لها شراكه مع جامعتين. يعني ايه الجزئيه دي؟ يعني حضرتك دلوقتي لو انت مخلص درجه البكالوريوس وانت عايز تكمل درجه الماجستير، بعد لما انت تخلص التدريب مع المؤسسه المانحه هم هيوفروا لك الدراسه لدرجه الماجستير في جامعتين، وهنشرح الموضوع ده في الموقع الرسمي للمؤسسه اللي هنشوفه بعد شويه. وهم ذكروا الجامعتين اللي فيهم الشراكه وقالوا ان الشخص ليه الحق انه يدرس درجه الماجستير بعد انتهاء مده التدريب. طيب انت دلوقتي لسه مخلص ثانويه عامه، تقدر تقدم؟ ايوه تقدر تقدم، بس مش هيكون ليك الحق في الانضمام لدرجه الماجستير لان انت اصلا ما حصلتش على درجه البكالوريوس، لسه انت بتدرسها، تمام كده؟ فلازم شرط انك تدرس درجه الماجستير بعد انتهاء التدريب ان تكون انت حصلت على درجه البكالوريوس. طيب كده شرحنا الجزئيه دي كامله. بالنسبه بقى للاوراق المطلوبه، ايه هي الاوراق المطلوبه من حضرتك للتقديم في الفرصه دي؟ اول حاجه مطلوب منك خطاب نيه بشكل جيد، تكتب خطاب نيه كده ممتاز، موتيفيشن ليتر يكون كويس، عشان الموتيفيشن ليتر بيكون من اهم الاشياء في القبول للمنحه. كمان مطلوب منك سيره ذاتيه تعملها، تمام، السي في بتاعك يكون موجود بشكل كامل. اتنين من خطابات التوصيه، تجهز اتنين خطابات توصيه. كمان يكون معاك صوره اخر شهاده دراسيه لديك، يعني اخر شهاده دراسيه انت حصلت عليها لازم برضو ترفقها ليهم. كمان الجزئيه الاخيره دي وركز فيها، عمل بحث دراسي عن احد المواضيع ويتم كتابته بشكل جيد. يعني انت مثلا تختار اي موضوع من المواضيع اللي موجوده في الحياه العامه وتكتب بحث عن هذا الموضوع، زي كده بحث مدرسي مثلا، بس طبعا لازم يكون ده بشكل جيد وبشكل احترافي، فلازم تختار احد المواضيع وتعمل عليه ريسيرش، تمام كده؟ فده بالنسبه للاوراق المطلوبه. طيب كيفيه التقديم للمنحه دي؟ عشان تقدم للمنحه دي، شفت الورق اللي انا قلته فوق ده اللي هو لسه قايله دلوقتي؟ هتاخد كل الورق ده وحضرتك تبعته لهذا الايميل، تمام كده؟ يبقى ارسال التقديم هو بس عباره عن تجميع الاوراق دي وتجميع الاشياء المطلوبه وتبعتها على هذا الايميل اللي هو ايميل المؤسسه المانحه. طيب اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي، الفرصه دي متاحه حتى 15 سبتمبر 2020، يعني فاضل حوالي نقول مثلا ممكن حوالي 16 او 17 يوم، فحاول انك تجهز نفسك في اقرب وقت وتقدم للمنحه، تمام؟ لان الوقت مش كبير عشان ايه تاخده مثلا، يعني تاخد الفتره وتجهز كل الاوراق، فانت حاول تبدا من دلوقتي وتجهز الاشياء اللي انت محتاجها، تمام؟ وفي حاجه كمان انا نسيت اكتبها، ان احنا كقناه منح من كل الالوان طبعا بنتيح عمليه التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصه متاح، ممكن تتواصل معانا من خلال الاستماره الموجوده اسفل الفيديو وان شاء الله يتم التقديم ليك ويتم تجهيز الاوراق المطلوبه بشكل كامل للمنحه. طيب بالنسبة للإعلان الرسمي للمنحة، هنا أنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها. تعالى نضغط على اللينك ده ونفتح الإعلان الرسمي، تمام؟ عشان في ناس تطلع تقول لي طيب فين الدليل على اللي أنت بتقوله؟ الدليل أهو، ده الموقع الرسمي للمؤسسة، تمام؟ وده اسم المؤسسة كونراد أدنوار فاونديشن، تمام؟ وإن الأبلكيشن مفتوح إن هو هيتم استقبال الفائزين في هذه الفرصة سنة 2021، وده آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر. وفي جزئية أنا متأكد إنه معظمكم هيسأل عليها، في حاجة هنا هتلاقوها فيها 30 سنة الحد الأقصى، وفي حاجة اسمها هنا 70%، طب إيه الكلام ده؟ هل دي شروط؟ لا. زي ما قلت لحضراتكم ان بعد انتهاء التدريب انت ليك الحق انك تفضل في المانيا وتدرس درجه الماجستير، وهنا في جامعتين مشاركتين مع المؤسسه المانحه عاملين شراكه معاها، الجامعه دي تمام والجامعه دي، دول جامعتين وكل جامعه ليها شروط عشان تدرس فيها درجه الماجستير. الجامعه الاولى شروطها ان لازم الشخص اللي يدرس درجه الماجستير يكون ما يعديش 30 سنة ويكون جايب 70% على الأقل في البكالوريوس. طب الجامعة التانية فيها شروط؟ لا. فبالتالي حضرتك لو
انت اتقبلت في المنحة وخلصت التدريب ممكن تقدم للجامعة التانية افضل، لانها ما فيهاش شرط المعدل ولا فيها شرط السن، تمام كده؟ فتخلي بالكم النقطة دي عشان متأكد ناس هتطلع تسألني فيها، انا شرحتها في الفيديو. طيب وهنا طبعا بقى باقي التفاصيل، وهنا بيقول لك الاوراق المطلوبه وتبعت الاوراق لهذا الايميل. فبكده انا شرحت لكم المنحه كامله وشرحت لكم التفاصيل بتاعتها وايه الاوراق المطلوبه وايه تمويلها، يعني كل حاجه تم ذكرها بالتفصيل. فياريت تقدموا لها، لان اخر موعد للتقديم هو 15 سبتمبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.